عام على العدوان، ولو هنتكلم على المرأة الفلسطينية بالتحديد، يعني شفنا هذه المرأة تنزح وتهجر من بيتها، زي ما كان لسه مصطفى بيقول قتل لأبنائها. إزاي الفترة دي كلها المرأة الفلسطينية قدرت أنها تصمد؟ هو الحقيقة المرأة الفلسطينية ورثت الجلد والصبر من جداتها منذ أكثر من 100 عام، وهي تعلمت أن تكون المناضلة والصابرة والشجاعة والمعلمة والمربية أيضا لأبنائها على القضية وعلى الدفاع عن قضيتها، وكيف أنها تواجه الصعوبات من خلال النزوح والتهجير والحروب المتكرر، الحروب المتكررة، النزوح المتكرر، التهجير القسري اللي بتتعرض له. حرب غزة يعني عام على الإبادة، هذه جمعت كل أكثر من 70 عام من التهجير، جمع كل أهوال 70 عام خلال هذه الأيام، خلال العام كامل. وما زالت هذه المرأة، بنقول إن هي صابرة وجلدة وتتحمل، ولكن هي في الحقيقة يعني الآن وصلت لمرحلة فوق إن نحن نتخيل هذا الوضع اللي لا نستطيع أن نصفه. أنا أكثر مشهد في بالي دايما هو المشهد بتاع السيدة اللي نزحت من بيتها بثلاث أبناء شالتهم على إيديها عدد كتير قوي من كيلومترات. ده أكتر مشهد يمكن بفتكره دايما لما بيجي في بالي المرأة من غزة واللي بتمر بالأحداث أو بتمر بالصعوبات اللي بيمر بيها القطاع. بالضبط، حتجدي أن المرأة هي دائما بتحمل أبنائها وبتنزح عشرات المرات، نزحت خلال هذه الحرب وما قبلها من حروب، تجد دائما هي جاهزة لأي عدوان، لأي قصف، إنها تكون حاضرة كيف بدها تحمي اولادها في هذا العدوان. الجيش الاحتلالي تعمد استهداف البنيه الاجتماعيه، المجتمع الفلسطيني، من خلال استهداف المراه والاطفال، واستخدم سلاح المراه والطفل لضعف وابتزاز الشعب الفلسطيني وكسره وهزيمته وكسر معنوياته. النزوح القسري والتجويع والقتل والتشريد، ما وجدته المرأة من أهوال هي مطلوب منها مضاعف على المرأة، لأن هي المطلوب منها أنها تراعي أبنائها، أن هي تقف مع زوجها، تقف مع قضيتها، مطالب منها أن هي تحمي هذه العائلة، ولكن هي تتعرض لهذا الضغط الشنيع، أنها تفقد جوزها، أبنائها. خلينا نتكلم عن أهم القصص وبالمثال يتضح الشرح. القصة يعني يمكن تجسد هذا الأمر. أبرز القصص اللي ما زالت عالقة في الأذهان من قطاع غزة، واللي بتجسد فعلا مأساة المرأة، الزوجة، الأم، أو حتى الطفلة الفلسطينية. نعم، نجد للأمهات الفلسطينيات اللي كانت بتجري على المستشفيات تبحث عن أبناء، فين ابني، من بين الأشلاء، وتحمل وتتقف مع زوجها. نجد المرأة الفلسطينية اللي شاهدت القنص على أمها، على أخواتها، على زوجها من أمام عينها. وجدنا المرأة الفلسطينية اللي تعرضت للهجوم من جيش الاحتلال وقاموا ب يعني أسر أزواجها وسرقة متعلقاتهم وقتل قتل الرجال أمام عيونهم. تعرضوا للاغتصاب والسرقة وفي سجون الاحتلال، بعض منهم تم إعادتهم والبعض ما زال أسيرات في سجون الاحتلال.